مرحبا، أنا هاني. سأقدم لك نصيحة واقبلها. هل أنت حزين ومهموم؟ وهل أنت حزينة أيضا؟ اختلي بنفسك برهة من الزمن، وأنت كذلك أختي الفاضلة. قولوا لأنفسكم عبارة واحدة، والعبارة هي: متى أبدأ في التغيير وماذا أريد؟ فالطيار شخص مثلك، ورائد الفضاء كذلك. فكر فقط فيما تريد، ابدأي في الصعود إلى المجد، وانظر لنفسك بعد نجاحك، وتذكر أن هناك شيء مهم وعاجل، فأنا المهم ونجاحي هو العاجل. وتذكر أنك تستحق الأفضل. افتحوا الأبواب وانطلقوا، وليكن شعارنا: نحن رائعون. أخوكم المدرب هاني آل حمدان.